اليوم كما تلاحظون نظمنا هذه القافلة التي انطلقت الساعة 7 صباحا. القافلة منظمة من طرف متطوعين وممولة من محسنين من داخل وخارج المملكة. اليوم انطلقت هذه القافلة لتلبي نداء تلقيناه من هذه الساكنة، وبعد أن قمنا بالتحري وانتقلنا لعين المكان ليلة البارحة وتأيقنا أن الساكنة تنام في العراء، فأتينا لنؤازرهم ونبني لهم مجموعة من الخيم. هذه الخيم التي جهزناها بالأفرشة بالغاز نظرا أن الناس عندها مشكلة غاز، هيئناها بإنارة بالطاقة الشمسية وعدة أواني للمطبخ ومجموعة من الأفرشة. يعني الآن الخيمة جاهزة للنوم في خيمة مريحة ومكتملة من جميع الجوانب. كذلك زودناهم بما يحتاجونه من أكل لمدة لا تقل عن شهر. اليوم بهذه النقطة استفادت 26 أسرة من دوار التفروين. الجمعية من ثاني يوم الزلزال اشتغلت في عدة مناطق وخصوصا المناطق النقط التي لا يصل إليها أحد. وصلنا إلى حد اليوم لأكثر من 225 خيمة، وكذلك عندنا برنامج لنصب أكثر من 300 خيمة إن شاء الله في الأيام المقبلة. الحمد لله أنتم كتشوفوا الخيام كيفاش كاينين، الحمد لله حام خيمة هنا بنينا 27 خيمة تبارك الله بفراشها بكل شيء الحمد لله، والحمد لله المتطوعين الموجودين والجمعية الحمد لله مساوية حتى هي إيمان الحمد لله. الناس اللي كي تقريبا من اللي بدأ هذا الشيء احنا متطوعين الحمد لله، وكيعيطوا علينا الجمعيات. هذا من البارح عيط علينا السي محمد الجمعية ديال أنور، كل مرة كنخدموا مع جمعية أي واحد عيط علينا كنكونوا مستعدين باش نمشوا نعاونهم. اللي كنقول لجميع الناس اللي عنده كل واحد يجي التطوع، يعني راه كتشوف كل واحد احنا كنقولوا بأنه هذاك الشيء راه واقع لي انا مثلا، يعني كل واحد لا خاصو جا. الحمد لله انتم كتشوفوا من صحاب العيون من صحاب السماره من صحاب وجده من صحاب طنجة، يعني الحمد لله كل شيء الحمد لله. فين ما كنجول شي جبل ولا شي دوار كنلقاو الحمد لله النجات، والناس جابت لهم ولحد الان بقى كتجيب لحد الان. الله يجزيهم بخير، اوفروا الخيام الناس متضررين في الزلزال، الله يجزيهم بخير. وتنشكروا جميع الناس اللي ساهموا معنا بالكثير بالقليل، الله يجزيهم بخير الله يخلصهم. راهما اللي نساو شويه الناس اللي متضررين اللي نساو لهم شويه الهم ديال الزلزال. الناس راه تضروا بزاف، وخوتنا المغاربه الله يجزيهم بخير من طنجه حتى للقويره كلهم تضامنوا معنا وتضامنوا مع الحوز وتضامنوا مع الزلزال، الله يجزيهم بخير. استفدنا من الخيام والفراش والمواد التغذيه والناس، ومازال ان شاء الله قريب كره يجيو لنا المواد ديال التدفئه العود والخشب وداك الشيء، وان شاء الله الله يجزيهم بخير. راه تضامنوا معنا وعاودوا وقفوا وقفات الرجال. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.